أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. لقد عهد إلي أن أقدم لكم تصنيف ضعف المناعة الأولي، أرجو أن أكون موفقا في تقديمه بالعربي. كما تعرفون أن ضعف المناعة الأولي هي مجموعة كبيرة من الأمراض، يعد تعد هذه في آخر تصنيف 291 مرض، لعل معظمها معروف على المستوى الجيني. قد يتبادر إلى أذهان بعضنا أن هذه الأمراض هي أمراض نادرة، لكن في الحقيقة أن وجودها يعني أن عددها كبير في عالمنا، وخاصة في العالم العربي أين توجد الزواج بين الأقارب بكثرة. ونظرا لتسارع عدد الأمراض الجديدة من صنف ضعف المناعة الأولي، فإن لجنة خبراء ضعف المناعة الأولي التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات المناعة تهدينا كل سنتين تصنيف جديد يقع فيه إضافة الأمراض الجديدة. في هذا المقال أريد أن أجيب على ثلاث أسئلة. السؤال الأول: كيف تصنف هذه الأمراض؟ لماذا هذا التصنيف؟ وهل من بديل لهذا التصنيف الوراثي الذي سنراه مع بعضنا؟ لقد اعتمدت في هذا المقال آخر تصنيف لمجموعة من الخبراء في علم المناعة وفي ضعف المناعة الأولي، لعل من بيتهم ومن أبرزهم وليد حرز من الكويت الشقيق، وأحمد عزيز بصريحة من المغرب الشقيق، ومع فلة من الخبراء العالمي. وما يميز هذا التصنيف الجديد هو أنه قد تم إضافة 34 مرض جديد في هذا التصنيف بتاع مارس 2015، وهذه الأمراض موجودة في 9 جداول مختلفة، ويقع ضبط في كل جدول اسم المرض والخلل الجيني المصاحب إن عرف، ثم يقع وضع أهم الإصابات الخلايا اللمفاوية بي وتي والمضادات، ثم يتم في كل جدول رمز رقم الوراثي الترتيبي للمرض ليسهل التعرف عليه. وما يميز هذا التصنيف الأخير هما شيئان اثنان: أولهما أنه في هذا التصنيف الأخير لا يذكر أي مرض إلا في جدول واحد، ويتم تصنيفه حسب الخلل المناعي الأبرز. مثال على ذلك هو CD40 ligand deficiency الذي هو الآن في جدول رقم واحد الخاص بضعف المناعة الأولي المشترك. لماذا هذا المكان؟ لأن CD40 ligand هو جزئية تستعمل أساسا في تلقي الإشارات من طرف الخلايا اللمفاوية تي، وغيابها يؤدي إلى خلل خلوي وخلطي. أما الخاصية الثانية لهذه هذا التصنيف الجديد هو أنه تمت إضافة القابلية الوراثية للميكروبكتيريا MSMD Mendelian Susceptibility to Mycobacteria Disease إلى الجدول السادس، وذلك بعد تغيير اسمه إلى خطر المناعة الذاتية والطبيعية. أذكر أن MSMD كان في الجدول الخامس مع أمراض البلعوميات. وأبدأ بالجدول رقم واحد وهو جدول ضعف المناعة الذي يصيب المناعة الخلوية والخلطية، أو بالإنجليزية Immune Deficiencies Affecting Cellular and Tumor Immunity. كما ترون في الخانة الأولى هناك يتم ذكر اسم المرض، الخانة الثانية الخلل الجيني إن عرف، وفي معظمها قد عرف في خلل الجيني كيفية الوراثة، المعطيات المناعية لنفوسايت تي بي والمضادات، معطيات معطيات مصاحبة، وننتهي بالترتيب الجيني للمرض.
وفي هذا الجدول الأول هناك مجموعة 50 مرض لعل من أبرزها ضعف المناعة المشترك الوخيم 16 مرض وضعف المناعة المشترك 34 مرض. أما الجدول الثاني فهو يخص ضعف المناعة المشترك المصحوب بمتلازمات مرضية combined immunodeficiencies with associated or syndromic features. وهذا الجدول يضم 45 مرض لعل من أبرزها متلازمة ويسكوتادريج، متلازمة الترنح وتوسع الشعيرات أتاكسيا تيرانجيكتازيا، متلازمة تيجورش، ومتلازمة فرض المضادات به. أما الجدول رقم 3 فهو يخص ضعف المناعة الذي يغلب فيه نقص المضادات predominant antibody deficiency، وهي مجموعة متكونة من 34 مرض لعل من أبرزها مرض بريتون ولا أوتوزوميك ريسيسيف أجاما جلوبولينمية ولا ضعف المناعة المشترك المتغير common variable immunodeficiency. أما الجدول رقم 4 فهو يخص الأمراض التي تصيب التنظيم المناعي أو the disease of immune dysregulation، وهي مجموعة 37 مرض أبرزها داء اللمفاوي المنسجي العائلي، متلازمة شيدياكيغاشي، متلازمة غريسيلي، ومتلازمة هيرموسكي بوتلاك. الجدول الخامس ويخص الأمراض الخلقية التي تصيب عدد أو وظيفة البلعوميات congenital defects of phagocytes number or function or both، وهو 31 مرض أبرزها قلة العدلات الخلقية congenital neutropenia، leukocyte adhesion deficiency، والورم الحبيبي الإنتاني المزمن ولا CGD chronic granulomatous disease. في الجدول رقم 6 الأمراض التي تصيب المناعة الطبيعية والذاتية، وهنا نجد 33 مرض منها LMSMD ومنها التهاب الدماغ الهربيسي herpes encephalitis ومنها المبيضات الجلد المخاطي المزمن chronic cutaneous mycosis candidiasis. الجدول رقم 7 أمراض التهاب الذاتي autoinflammatory diseases، وهم 21 مرض أبرزها المرض الدوري لمرض بيريوديك وليبر إي جي دي سيندروم. وأختم بال قبل الأخير الجدول رقم 8 هو جدول العوز المتممة لكمبليمنت ديفيشنسي وهو 30 مرض. وأختم بالجدول رقم 9 وهو جدول فيه أمراض المستحدثة وهي المشتبهات في ضعف المناعة الأولي أو الفينوكوبي أوف بياليز، وهي إذن 10 مرض. إن ما يمكن أن نعيده على هذا التصنيف هو صعوبة الاستعمال، ويمكن وفي كونه مبني أساسا على الخلل الوراثي، وكما هو معروف فإن التحاليل الجينية غير متوفرة في العديد من الدول العربية، وإذا استثنينا بلد أو اثنين السعودية والكويت فإن الدراسات الجينية لا نستطيع أن نقوم بها بصفة روتينية. لذلك اقترح خبراء ضعف المناعة الأولي في الاتحاد الدولي لتصنيفات مبينة مبنية على ولا عمل عزيز بصراحة بوسي كاني إلى جاني سباتاي، هو هذا التصنيف يعتمد على العلامات السريرية والمناعية الظاهرة، مما يجعله سهل الاستعمال من طرف المهتمين خاصة من غير المختصين في ضعف المناعة الأولي. وهذا التصنيف له ميزة أخرى هو ميزة البساطة، وأنه يكون سهل الاستعمال واستخدامه قريب جدا من النبات الكلينيك الاستعمال اليوم، إلى جانب ذلك أنه بالألوان. وسأكتفي بسرد ثلاثة جداول، ثلاثة أمثلة. الجدول الأول immune deficiency affecting cellular and humoral immunity
في هذا الجدول. لا علينا أن نتساءل هل هناك لنفوبينيا أم لا. وهنا أذكر أن بالنسبة للأطفال الصغار الذين أعمارهم أقل من سنتين أن عدد لنفوسايت أقل من 3000 يعتبر لنفوبينيا. وإذا وجدنا لنفوبينيا إذا نحن نحن في الخانة هذه هي السكيد سيفير كومباينت من الديفيشنسي. إذا كان عندنا سكيد نشوفوا عدد نتاع لنفوسايت بي موجود مش موجود. لنفوسايت بي ناقص سكيد تي ماينس بي ماينس. شوفوا الان كا ان كام مش موجود ديفيسيت اونادا اديزين ديفيشنسي ادا ادينوزين ديامينز ديفيشنسي. الان كا موجود دونك راك ان راك دو ولا ارتيس. في الحاله الثانيه عدد اللمفوسايت تي مش موجود لكن بي موجود. دونك سكي تي ماينس بي بلاس تشوفوا الان كا ان كا مش موجود ان كا ماينس. هذوما دونك اللي جاما سي والسكيد الاكثر شيوعا في العالم الغربي على الاقل او جاكتون. في الحالات الاخرى سكي تي ماينس بي بلاس ان كا بلاس يعني تجم يكون اما ريسبتور ادي اف سيت ولا سي دي 45. في الحالة الثانية عملنا الكونتاج نتاع اللمفوسايت 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 موجودين كلهم مش ماهمش فونكسر. إذا نحن في الجروب معناتها في المجموعة نتاع الكي كومبايند من الديفيشنسيز هل هناك علامات مصاحبة؟ إذا كانت موجودة علامات مصاحبة مثل ليريتودرميا ولا ألوبيسيا ولا إباتوس ميوميغالي ومن سندروم ما كانش. إذا كان عندنا إيباريجيام و نوتروبينيا و تروموسيتوبينيا سيدي كارونتي دون سندروم إيباريجيام سيدي كارونتي. إذا كان ما عندناش تشوفوا عدد من سيدي كارونتي إذا كان قليل عشان كلاستو ديفيشنسي وهو مرض منتشر جدا في مغربنا العربي الكبير. إذا كان واحد سيدي إذا كان شوفوا سيدي ميت إذا كانوا سيدي ايت إذا كانوا عددهم قليل نشوفوا احنا ايش بنكونوا اما في الزاب 70 او في ال MSH كلاس ديفيشنسي. الجدول رقم 3 predominant antibody deficiency إذا كان احنا في نزلنا نشوفوا الدوزاج تاع الهيموجلوبين اي جي جي ان اي جي جي اي جي ا اي جي ان كلهم طايحين. دونك نشوفوا عدد البي البي مش موجود يصير لا جاما جلوبين دو بريتون ولا جاما جلوبين دي اوتوزوميك ريسيسيف جاما جلوبينيميا. البي موجود كومن فاريبل ديفيشنسي. فما حالات اخرى فيها الاي جي جي قليل العدد نتاعو الاي جي ا قليل لكن الاي جي ام نورمال او كثير. هنا في باري جي ام سندروم. وامر الى الجدول الاخير هو الجدول رقم 5 كونجينيتال ديفكت اوف فاجوسايتس نمبر فانكشن اور بوث. هنا لازمنا نتسائلوا في هل المجموعه نتاع الامراض اليوم هل لنا نوتروبينيا ام لا. عدد بولي نوكليار نوتروفايل أقل من 1500 نوتروبينيا موجودة. إذا كان نوتروبينيا موجودة هل هي مصحوبة بعلامات خاصة مثل une insuffisance pancréatique externe قصور في وظيفة البنكرياس سندروم الشوشمان وإلا déficit une hypoglycémie avec une hépatomégalie syndrome de glycogénose type 1B. ما عندناش دونك علامات مصاحبة. نعملوا سي بي سي مرتين في الأسبوع مدة 5-6 أسابيع نشوفوا هذا هو سايكليك نيتروبيني أم لا. سايكليك نيتروبيني سيكليك ما كانش سي انكونستانت. في الحالات الأخرى مع عدد البولي نيكوليار نيتروبيني نورمال نعمل دي اتش دي ار ولا ان بي تي تيست اب نورمال سي جي دي نورمال لاند ديفيشنسي.
وأخلص لأقول إن هذا التصنيف هي ضعف المناعة الأولي من أول مغزاه هو تحسين معارف الأطباء حول أمراض ضعف المناعة الأولي. ثانيا تسهيل التعرف على هذه الأمراض التي هي في الحقيقة صعبة التعرف والمداواة. وثالثا تحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذه الأمراض الخطيرة. ولعلي لا أفشي سرا أن أقول أن أكثر من 10,000 من الجينات عند الإنسان تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستجابة المناعية. وهذا يجرنا إلى القول بأن هناك على الأقل 10,000 مرض بوتنسيال محتمل مفترض علينا أن نكتشفه. وفي الحال أن نحن لم نعرف إلى حد الآن إلا أقل من 300 مرض. إذن نحن في بداية مغامرة رائعة نرجو أن يكون فيها الخبراء العرب مكان وهم به جديرون لو أحسنوا العمل معا. والسلام عليكم ورحمة الله.